مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الرز بالمكسرات. عنا اول شي لحمة مفرومة، زيت نباتي، ملعتين طعام سمنة، واللي ما متوفر عنده سمنة ممكن يستعمل زيت نباتي بس افضل نحط سمنة. كمان عنا كوب ونص رز بسمتي غسلتهم وصفيتهم، لوز، كاجو، فستق حلبي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما بلش بطريقة الرز رح حط الفروج بالفرن. بدي اعمل فروج انا وياكم. عنا فروج، بحط ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود وملعقة صغيرة ملح، كمان ملعقتين طعام زيت نباتي. بنحط الفروج بالفرن انا وياكم، بنرجع بنكفي طريقة الرز. خلطهم منيح، بدهن الفروج منيح. كمان بحط بقلب ورقة غار، عود قرفة وحبة هيل. هلأ بحطه على الصينية بالفرن. بعد ما حطيت الفروج بالفرن هلأ بدنا نكفي مع بعض أنا وياكم. أول شي بدنا نقلي المكسرات، دوب السمنة. عم بعملكم طريقة كتير سهلة ومبسطة مش معقدة. بس دابت السمنة بحط الكاجو، انا بقلي كل شيء لواحد افضل عشان ممكن يستوي الكاجو اسرع، ممكن اللوز اسرع، هيك افضل. بنقليهم كل شيء لواحد، افضل ما شيء يحترق وشيء يبقى زي ما هو. مثل ما قلت لكم اذا بتحبوا ما متوفر عندكم السمنه حطوا زيت نباتي، بس السمنة بتعطي كتير كتير نكهة طيبة ورائعة. وإذا بدكم خلطوا زيت نباتي مع سمنة أو حطوا زبدة ما في أي مشكلة. بس صار عندي هيدا اللون المطلوب، هلأ بصفيهم وبحطهم بالجات. هيدا لونهم كتير رائع. بحط اللوز كمان. كمان بس اخذ اللوز هيدا اللون الخفيف، هلا بصفيهم وبحطهم بالجار. رح احط الفستق الحلبي، بقليهم شي بسيط. فستق الحلبي بقليه بس شي بسيط. هلأ بشيلهم من الزيت. بعد ما قلت المكسرات هلأ بحط اللحمة بقليها كمان. بسم الله. حط فوق ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وكمان نص ملعقة صغيرة سبع بهارات.
حطيناهم بالسمنة، منقليهم بالسمنة، بيطلع نكهة الرز كتير كتير طيبة وحلوة من السمنة. بعد ما قلينا اللحمة هلأ بحط الرز. بسم الله. حركهم شوي. هلا بحط مي كوب 2 مي، حطينا كوبين مي. حط المكسرات اللي قليتهم انا وياكم، كمان ملح. برجع بحط نص ملعقة صغيرة 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود. بحركهم شوي. إن شاء الله الوصفات اللي عم بعملكن إياها تكون عم بتنال إعجابكن. هلأ بتركن يغلوا مع بعض. بس صار بالرز مي خفيف بهيدا الشكل، هلأ بغطي الطنجرة وبخفف الغاز على الأخير. هيدا الرز اللي عملناه مع بعض بعد ما استوى صار بهيدا الشكل. هلأ بطفي الغاز. هلأ بحطهم بالصحن. ما شاء الله شكل كتير كتير حلو. ان شاء الله طريقة الرز تكون نالت اعجابكم. شفتوا كيف طلع الرز كتير رائع. عملت كمان على جنب الرز الفروج اللي عملناه مع بعض، اخذ على فكره بالفرن ساعة تقريبا، ساعة وشي 5 دقايق، وعملت على جنبه حبة اعمال جات طبولة. احط على الوجه شوية لوز بيعطي شكل حلو. تركت شوية من هول اللي قليتهم عشان حطهم على الوجه. كمان فستق حلبي وكاجو. هذا الرز اللي عملته أنا وياكم بالمكسرات. بتمنى تعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.